أنزح معاك أنزح معاك. مالك مالك يا حبوب؟ هاي لا تقلقش ما بيضربكش. ليش بيضربك؟ لا ما تقلقش ما فيش اي حاجه. مشاهدينا مرحبا بكم في حلقه اليوم من امزح معك. تخيلوا مثلا لو في طفل صغير ضيع فلوس بالشارع وقال لي احد الاشخاص لو سمحت يا عم او يا سمحت يا خال ساعدنا باننا ندور الفلوس لان بابا بيضربنا او ماما لاننا ضيعت الفلوس. ولكن هنا المفارقه انه لما تكتشف انه هذا مقلب. ولا اقول لكم خلونا نشوف هذه الحلقه. امزح معك. دور 45000 بعد ما طلع لي الان. دور 45000 فين ضار؟ الان وين 5000؟ هات البياس. ها؟ بزالي هذا ولا بزالي؟ لا نعطيك الله المستعان عليك. لا انسى سير من الصاله. فين عندك قيد ماشي من الصاله؟ خلي يطلع طريق 5000. معنا البياس. معنا البياس من الصالة. أنا الآن عن نجيب. لو سمحت إيشي مني؟ ما بمشي إيش معك؟ لو سمحت مستعان عليك. خرج البياس لقابل مشاكل. أنا إذا ضاعت بياس أنا ألتزم لك بما تشتري. يعني جاهل زيادة تقهره بالله عليك؟ مشي معي يا والد. وأنا مشي معك. والله بسم الله بالله إني الآن جيت من الصالة. هذا مربى أحسن تربية. يقوم الساعة 6 الصبح. يقوم الساعة 6 الصبح. على 5000 الآن في الكل. عيب شوف الكل. لو سمحت. والله ما معي. أنت شنيع أقول لك؟ والله ما معي. ها. عيب أنا ما يقبلش الكذبة. ما معي أنا أصلي على النبي إيش؟ أقول لك. ها الله المستعان علي. ها خلاص خلاص والله القلم لا خلاص لا ما المستعان علي. مالك انا ما يقبلني ما تصرف كريم. الله ما يقبلني انا ذي الحاجات. صلي على النبي. شو انا ذي الحاجات ما تقبلني. عيب انينو فيه الانسان ما يفكر لما يحصل معاه موقف غريب والحير. هذا مش من تادي الزبال. ها؟ مش من تادي الزبال. مش من تادي الزبال. الله المستعان. أنا ما يجبني شو الكذب يا والد. لحظة، أنت بحاجة فلوس؟ لا والله. ولا بحاجة ولا يجبني أنا الحاجة. أنت بحاجة فلوس أنا بتكلم معاك الآن. قلت أنا بحاجة فلوس. مش بحاجة فلوس ولا بحاجة حد. حل هذا السروال. مش تادي السروال. مش تادي السروال. مش ما يصالة بعدين تلفوني. خلاص تعال. مش ما يصالة. أدخل ما يصالة أول مرة. ما بتعال سابك اليوم. أنا بحاجة تلفوني. أصيل وين الياس؟ ها؟ وين 5000؟ ها؟ الزكاة اليالي. الله مستعان أختي. شلي تعالوا 5000. أنا كلام قال إحنا نساعده إن إحنا نفتش أقل يا بن سامع ساعدي نفس ضيع 5000. قال لك مثلا الله ضيع قال والله ضيع. هو ما يكذبش يا أختي. هذا مربى أحسن تربية. انني كيف الان وقلني كيف. طيب اسمعي في السيد اختي احنا صراحه ناس محتاجين شي تساعدنا. دينا حق عشاء 500 ولا 1000 ساعدنا. انني تقلي راعي كل اليوم فكر هي سلام بس لكن قالت والله ما معنا والله والله انا ما تنجو بعيثين عيالي ضلع عيالي ما تعشوش لهم يومين. انا قالت 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 لك امشي كيف لما تشيل نجروا حق المخبز له تدي له خبز؟ ايوه بس الان اهلا بول احنا بول احنا ايوه عسل احنا خاورين اللحمه والله عسلين من العيد لعيد. ما بش احنا؟ والله ما يجد من اللحمه. دحين ما بش ما يكمل اي حاجه؟ والله ما قلت انت 5 لو زدت 5 معي؟ والله ما قلت انت 5. طيب اسمعي احنا صورناكين في برنامج امزح معاك. امزح معاك امزح معاك. ليش بزعل 5000؟ انا شلت احنا جايين من فوق شغل الان قدامك من فوق شغل بلديه الان. يعني جاهل ولا شغل بس؟ شلت على هذا يقول لي تعال دور معي يقول لي ليش شلت ايش السبب؟ ليش بزيت عليه؟ ايش شلت منه على انا؟ هو اتكلم من نفسه قال لك اخي الحين ما اخي ما اتكلم معي ارتجع منك الراجل. ليش ارتجع مني؟ ها؟
الله شلت على انا عندي دحين قول لي دور معي ما دور معونا كم زعلك 5000 احنا من نجينا قدامكم الان وين شوف بلا مشاكل دير 5000 احسن ما اطلب مشاكل تتهمنا دير 5000 مالك يا ولد تتهمنا انا ليش على 5000 ليش انا اخرج 5000 ليش ليش بخرجه وانا انا من هنا جيت مبوق شغل انا قدامك يعني شفتوا جاهل قبل شيء تستغل الموقف ما استغل من الموقف اقول لك عليك مستحيل انت بعقلك انت شاك استغل الموقف خلونا نتفاهم معاه يا جماعة ليش؟ ودحين محرج منكم عفوا عذروا محرج يا محرج منه لحظة يا حاج عليك يا حاج أقول لك بطل لك لحظة أنا أتكلمك بعد طيب هذا أنت بحاجة فياس مزنوق مزنوق أنت عليك علي بحاجة فياس شوف قول لي أنا بدك حتى 10000 قول ليش؟ يا روح أبي أمه وندي لك مثل حقك البياس بس إنك تتهمنا مش اتهام يا أخي تمام مش اتهام يا أخي الولد فايق مفتجع منك حرام عليك كيف حرام عليه ليه؟ كيف الوقت أنت وقف لي منه وقال لي منه على العموم شوف أنا بكلمك ضد صاحبك شكله صاحبك محترم يا أخي بلا عموم بلا حركات خرج ال5000 بلا مشاكل يا اسمع أخي اسمع إذا كنت أنت ما أنت مصدق ابنك يعني عليا مصدق ابنك يا أهل أي ال5000 لا تضربوش ها لا تضربش ابنك احلف لي يمين إن أنا اللي شليته وأنا بروح أسلف لك مثل حقك البياس وندي لك اسمع معي ها أكشي حاجة غير هذا الكلام قول السلف البياس بجيبك حسس حصلت غير البياس حقي ها غير ال200 هذه والتلفون شليت ايش آه. طيب عادي شل 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 هنيه لا حصلت غير شو اللي بعنا دحين معدي لقفنا معدي لقفنا هذا طيب بال5000 لا لا الحلف اليمين لا مش بالخمسة ما بعرف شو لا تمسكنيش لا الحلف اليمين لا تمسكنا حلف اليمين ولا اخذ التلفون حقا لا تمسكنا اي لا حلف اليمين حلف اليمين انا اشتي يمين هذا حقي لك يعني جاهل تقهر بالله عليك والله لا يعني اطرح نفسك بموقفي يا رجال مش كذا انت مزنوق انا اقول لك يا اخي ما اناش مزنوق انا ولا انا بحاجة احد انا ما اناش عقدك ولا انا بحاجة احد ما حاجة الحمد لله شاقي زي الحلاوة والله تمام ورب الكعبة نشقي بحالها لانك نسك الناس عشان ناكل حلال هذا احنا نفتخر بكم تمام لكن يا اخي والله مفقوع منك والله عيب عيب والله انه مفقوع قولوا له 5000 قولوا له 5000 قولوا له انا دحين يقول لي قولوا له والله اسمع له كلمه كلمه دري 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 وانضع كلمه 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 قولوا له وانضع انا كنت طلع وضيعت يا ولد كلمه طيب كلمه احد راح ابيعه والله ادي لك حقك ولا تدفعه والله 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 هيدا لو حبيبي عبدك يلا وراك الكاميرا بتستناك امزح معاك امزح معاك امزح معاك وين 5000 وين 5000 ايش مزعل لي بال5000 ها والله ما شليتي كيف والله ما شليتي اقسم لك بالله ما شليت هاي مو باقي يكذب عليك ولا ايش لا والله ما شليتها ليش اخي عيب عليك تقهر قال زياده تقهيره يا اخي شليت والله والله ما شليتها شوف رجع بلا مشاكل ترجع 5000 يا عايز حركات هذه حركات انا باقي والله باقي من هناك حرام عليك اقسم لك بالله باقي من هناك انا قسم بالله باقي من هناك ما داري ولا عارف ولا داري بكام غير يبين 5000 قسم بالله قسم بالله ما لقيته وينو وينو هاي ال5000 يا ابني اشو خلاص اقسم لك بالله ما ان انا لازم انت ايش يا اخي طيب تعمل كذا شوف يسنجا تقهره اقسم لك بالله يا والد اين اقسم اين اين الله اقسم لك بالله ما لقيت انا قال لي اطلب لي هنا قلت له ما طيب تعال ادي 3000 ريال يا اخي انا اخليك تجي زعلك ولا حاجه ليه الإنسان ما يفكر لما يحصل معاه موقف غريب ومحير يمكن مقلب أجاه ليه الإنسان ما يفكر لما يحصل معاه موقف غريب ومحير يمكن مقلب أجاه ولا كيف تهرت برينك أقسم لك بالله يا أخوي 3000 ريال حق له و5000 حق عقله حق ما فجعته 8000 ريال تدي يا ولد أقسم لك بالله فجعت ابني ابني مفجوع ابني مفجوع أقسم لك بالله ابني مفجوع ابني مفجوع ابني يا ولد عايب أتق الله أنا والله ما معي مع مراد والله طيب ليش يفجع والله معي بالمستشفى لا تظلمنا يا ولد تدري خلاص ألف خمسة وما غلطك الله المستعان أحد يكون يسلفك ألف خمس ثلاثة أنا متفاجئ أربعة ألف خمس طبعا باقي على باقي خمس لا هذيك الألف معي اعمل لي ورقة بالخمس لك تديها يا ولد ما معي اعمل لي ورقة ب500 لك تديها رجال اعمل لي ورقة ب500 تبقي عندك طيب ما عملت اكتب يدي
يبقى عندك 500 ريال يا ولدي. ها جلف شو هذا بقى فوق خلاص نمشي مش والله خلاص يعني الساعه تصل السعوديه ثانيه وانا مع المرض يا ولد اسمك بنت مع المرض هذه 5000 دعنا على باقي حق تجيعه يا ولد لو سمحت لو سمحت اقول لكم انا شو هالشيء ده 5000؟ بدك 5000 عاد انا واصل الان الله المستعان. الله المستعان عليك يعني جاهل سالك بالله زياده تقهره؟ اذا ابي معي 5000 يا جماعه انا بدك على ها؟ ليش يا اخي تعمل كذا؟ والله ما بدك على قسما بالله هذا انا قدامك عاد انا وصلت انا وهذا هذا انا جنبك عاد لا خطيك ولا مشي. انت بحق فياس انت ما انت ما بحق فياس هذا يفتش احنا انت بحق فياس انت ادو ادو لا لا بس خلاص 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 ما في جامعه. 5000 مش عارفه مش عارفه عاد انا وصلت انا وهذا عيب. طب لحظه هذا انا قدامك وفتشونا. طب لحظه جابي معي 5000 انا اتادب. انت بحق بياس؟ والله ما هو بحق بياس ولا بزيك اقسم بالله ها؟ اقسم بالله ما بزيك هذا انا هذا جاهل يا اخي هذا جاهل يا اخي الله هذا جاهل يا اخي هذا جنان. ابى لكم يا اخي تشوفون سن جاهل زياده تقوموا تعملوا كذا هذا انا بينكم يفرق 5000 ها؟ لو سمعت دي حتى 3000 ايه وقلت لك شوفوا يا اخي ما بيش يطلبونا يا جماعه دي حتى 2000 دي حتى 2000 لا 5000 ولا اعرف انا 5000 دي حتى 5000 والباقي مسامح ايه يعني ولا ما بيش. طب تعال يا اخي ماشي طب تعال تعال ولا انا سارق انا نشيل لك مساعده نشيل لك مساعده ولا مساعده ولا انا سارق لا 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 انا بدي لك العلم ما تنجي للحد هذا وقر يا اخي طب لحظه مساعدة منك اللي تشد الديت الديت ماشي شديني هيا وانا طلع سارق انت السارق احنا نعمل لك يعني احنا محتاجين ليش كذا بالسرقه خلاص انا اسف تدي حتى 300 ريال ما ابي 200 ما ابي لا 200 ولا شيء قول لي كذا من اوله شد كيف لا ما شديش دحين لا غير من اوله كذا شقي بلا لا قد طلع سارق لا هذا سارق انا قد حصلته حصلته ما حصلت له 5000 ولا 20000 طيب دينا مساعده كم مديت؟ كم تشتي؟ كم مديت؟ كم مديت؟ يعني شوف انك خبيلي سر سر لما يحصل معاك موقف غريب والحياه يمكن مهلك مساعده ارمي يا اخي هلا زيد هذه زيد هذا 200 ما نشتري احنا بدولارات زيد دي هذا 200 هذا 200 خلاص 200 ايش اشتري لهم شراب؟ معي فنك اصرف لهم ايش اشتري لهم شراب؟ 3000 والله مع مباراه وهذا ما تكفيهم؟ ما تكفيهم ما تكفيهم خلاص هذه بس والله في برنامج امزح معك هذيك الكاميرا هذيك انا كاميرا خفيه الله يسعدك يضحك وبيفرفش معك ولا فريق يمزح معك يضحك وبيفرفش معك حسر وشوف يلا وراك الكاميرا بتستناك امزح معاك امزح معاك امزح معاك امزح معاك حلوة بقالبنا حلوة دايما على القلب خفيفة الابتسامات الحلوة بتخلي اللقطة ظريفة حلوة مقالبنا حلوة دايما على القلب خفيفة الابتسامات الحلوة بتخلي اللقطة ظريفة حسن وشوف يلا وراك الكاميرا بتستناك امزح معاك امزح معاك امزح معاك امزح معاك حلوة مقالبنا حلوة دايما على القلب خفيفة والابتسامات الحلوة بتخلي اللقطة ظريفة لا 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 تخلي قلبك من الدنيا ضايق حيصير المقلب أحلى بس خلي بالك رايق حسر وشوف يلا وراك الكاميرا بتستناك أمزح معاك أمزح معاك أمزح معاك أمزح معاك